بأجواء علمية متميزة تعقد جامعة زاخو مؤتمرها العلمي الدولي السابع، والذي تم تنظيمه من قبل مركز زاخو للدراسات الكردية، ليتضمن الإمارات الكردية في العصرين الحديث والوسيط وبمشاركة محلية ودولية. مؤتمرنا السابع الدولي السابع في هذه السنة عن الدول والإمارات الكردية، هذه الفكرة ولدت عندنا انه في التاريخ ما كان الكرد دولة، لا كان الكرد دول وإمارات عديدة. مثلا شرف خان البدريسي يعد 48 دولة وإمارة كردية في العصر الحديث. نشر بروشر المؤتمر، وصل تقريبا 180 ملخص، البحوث تقريبا كان 113 من تركيا، من ايران، من السويد، من مصر، من الجزائر. أكثر من 80 بحثاً علمياً تمت مناقشتها وتناولها موضوعياً في هذا المؤتمر على شكل ندوات علمية، لتستمر الحلقات الحوارية على مدى يومين وعلى محاور عدة تخص جوانباً من الحضارة الكرد على مر العصور. المشاركة الأولى إلي بهالمؤتمر، مؤتمر زاخو، مؤتمر جميل جدا على مستوى عالي من التنسيق والإدارة، وحضور جيد جدا من داخل الإقليم، خارج الإقليم، بالعراق وبقية الدول. طبعا المؤتمر يعني حقيقة أدهشني وأبهرني جدا، لأنه شفت تنسيق، ترتيب، ومستوى عالي من العلمية، وتعريف الجيل الجديد بتاريخ هذه الإمارات والدول الكردية التي أقيمت قبل يعني عقود. يعني حقيقة هذه هي المشاركة الثانية لي في هذا المؤتمر، حيث اعتادت جامعة زاخو على عقد مؤتمرات سنوية، وهذا هو المؤتمر السابع الذي تعقده جامعة زاخو وبتحضيرات من قبل مركز زاخو للدراسات الكردية. وكانت لنا مشاركة في بحث بعنوان إمارة بهدينان في كتابات المؤرخين المواصلة ياسين بن خير الله العمري نموذجا. لسردم برابونا قايلة إسلام لدغر الملكة بروش حلاتنا غراست كردستان دهين الياسين. ترحيب بين الأوساط العلمية والأكاديمية للمؤتمر العلمي الدولي السابع للخروج بتوصيات ترتقي بالمستوى العالمي للجامعات. لقناة زاكروس الفضائية، نجلة السندي، زاخو.